صباح الخير متابعي قناة عالم النحل أبي، تحية لكم من الجزائر. صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شاهدوا أصدقائي كثافة النحل التي تتوافد على الماء رغم أن الطقس بارد، جو مغيم، برودة في الطقس. وهذا ما يدل على جلب النحل للرحيق، وكذلك الضغط الذي يوجد داخل الخلية أو الحرارة التي تكون مرتفعة داخل الخلية.